السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الفارماكو أورجانيك أو الأورجانيك كيمستري. اليوم رح أحكي لكم إن شاء الله على شرح وحدة الألكوهول. طبعا الألكوهول عبارة عن أورجانيك كومباوند، وبتميز إنه هو في جروب اسمه هيدروكسيل جروب اللي هو عبارة عن الـ OH، لكن هذا الـ OH بيكون موجود أو attached مع saturated كربون، فلازم تكون الكربون saturated. هذا عبارة عن الكحول. كيف يعني saturated؟ يعني كل الروابط مشغولة. الكربونات دائما لها أربع روابط، إذا كانت كل الروابط موجودة مع الـ OH هذا عبارة عن saturated كربون وهذا عبارة عن الكحول. الفرق بينه وبين الإينول، إيش اسمه الإينولز، هو إنه هذا الهيدروكسيل جروب موجود بالدبل بوند، يعني إيش اسمه vinylic carbon atom. كيف يعني؟ يعني CH2 دبل بوند مع CH مع الـ OH، هذا عبارة عن إينول. ليش سميته إينول؟ لأنه هذا الـ CH الموجودة أو الكربون اللي عليها فيها دبل بوند vinylic carbon atom، فإذا بنحكي له هذا إينول، لكن هذا عبارة عن الكحول. جميل جدا. نيجي نحكي الالكحول classification، يعني شو هو تصنيفات او تقسيمات الالكوهول. نعتمد على تقسيم الالكوهول على اكثر من شغله. اول شغله حتى نعمل كلاسيفيكيشن للالكوهول، واحد نعتمد depending على النمبر اوف كاربون، لاحظوا النمبر اوف كاربون اتوم الاتاتشد تو الفا كاربون. طيب شو الالفا كربون؟ الالفا كربون هي عبارة عن الكربونة المتصلة اتصال وثيق directly attached مع الـ OH. اذا الالفا كربون هي الكربونة الاصلية، الكربونة المتصلة مع الـ OH، يعني زي هون هاي عبارة عن الالفا كربون. دائما احنا بنرمز لها بنجمة، بس بغض النظر انه نعرف انه هاي هي عبارة عن الالفا كربون. ليه؟ لانه هي المتصلة directly attached with hydroxyl group. حلو؟ تمام. أول تصنيف شو حكينا؟ نرجع نحكي، هو عدد الكربونات المتصلة مع هاي الألفا كربون. في عندنا مثلا بعض الأمثلة الموجودة، لنفترض أنا عندي، طبعا خلينا نحكي بالبداية قبل هالإشي، according to this rule أو according لهاي النقطة رح نقسم الألكوهول إلى primary secondary and tertiary. primary secondary and tertiary كيف رح اقسمهم؟ اذا والله عدد الكربونات المتصلة مع الالفا كربون واحدة احسبها primary، تنتين secondary، ثلاثة tertiary، طب اربعة ما فيش اسمه اربعة. ليش؟ لانه الكربون المتصلة احنا حكينا الكربونة عندها اربع روابط مش خمسة، ما بتزيد، اربعة روابط، واحدة منهم مشغولة مع الـ OH، صفة ثلاثة فقط ثلاث. إذا ماكسيموم إنه يكون عدد الكربونات المتصلة مع الألفا كربون هي ثلاث، ما بنزيد. حلو كتير. لنفترض أو نحط بعض الأمثلة على البرايمري، يعني نحكي CH3 CH2 CH2 OH. أول خطوة بعملها باجي بحدد الألفا كربون، وين الألفا كربون؟ هاي الـ OH، هاي الهيدروكسيل جروب. وين الإشي directly attached مع الهيدروكسيل جروب؟ هي هالسي. اذا باجي بحط هاي الالفا كربون، باجي بعد، مش بعدها نفسها، لا، بعد قديش كربونه متصله في هاي الكربونه؟ وحده. اذا كربونه وحده، اذا هي عباره عن برايمري الكحول. حلو كثير. نيجي نحكي مثال ثاني على سكندري، لنفترض انه مثلا CH3 CH2 CH CH OH وهاي CH3. باجي بتطلع، أول إشي بحدد هاي الهيدروكسيل جروب موجودة، وين الألفا كربون؟ والله هي متصلة فيها دايركتلي، هيها. حلو كتير. كم كربونة متصلة في هاي السي أو هاي الكربونة؟ واحد اثنين، ما بعد الهيدروجين، بعد فقط كربون 1 2.
إذا هذا عبارة عن سكندري. لنفترض إنه كان عندي مثلا مثال، هون ما في مجال أحط ضوء، مثال كان عندي CH3، لنفترض إنه شو مكان طبعا هي OH وهي مثلا CH2 مع CH3، تمام؟ حلو كثير. باجي بتطلع وين الهيدروكسيل جروب؟ هيها. وين الألفا كربون؟ هيها. كم عدد الكربونات المتصلة فيها؟ بعد 1 2 3، ما بعد هاي 4، فقط المتصلة في نفسها 1 2 3. إذا هي عبارة عن tertiary alkyl. طيب في ناس بتحكي وبتحكي طب ممكن يكون الكربونة مش متصلة ولا كربونة ثانية، وأقرب مثال الميثانول CH3OH. خالصين، هاي هيدروكسي جروب وهي CH3 ميثانول. وين الأشياء؟ هي الألفا كربون، هي نفسها ألفا كربون. طب إيش أعتبرها؟ سكندري، تيرشري، إيش أعتبرها؟ برضو بعتبرها برايمري، برضو بعتبرها برايمري. إذا البرايمري سواء كان في كربونة متصلة أو ما في، يعني كربونة واحدة أو ما في، بهاي الحالة هي عبارة عن برايمري. إذا كانت كربونتين هي عبارة عن سكندري، إذا كانت ثلاثة في هاي الحالة هي عبارة عن تيرشري ألكوهول. هيك احنا بنكون خلصنا تصنيف على اول بند او الكلاسيفيكيشن على اول نقطه. depending on the number of carbon attached directly to the alpha carbon. تمام، حلو كتير. ننطلق للتصنيف الثاني او الاعتماد التصنيف الثاني. بحكي لنا التصنيف الثاني depending on the number of هيدروكسيل جروب، على نفس هاي الهيدروكسيل جروب الموجودة وين؟ في الكمباوند. يعني ممكن يكون الكمباوند في عنده وحدة فهذا الاشي بسموه مونو، ممكن يكون في عنده تنتين داي، ممكن يكون عنده ثلاث تراي، او اكثر من ثلاث بولي الكهول. طبعا كلياتهم نعتبرهم هيدريك الكهول، هيدريك الكهول. طيب نيجي نحكي أمثلة على المونو وعلى الداي وعلى التراي. المونو CH3CH2OH، كم وحدة فيها؟ ما بحكي فيها تطلعوا لي على الألفة، لا هاي فقط بتطلعوا كم عدد الهيدروكسيل جروب. والله فقط وحدة بكل الكمباوند، إذا هو عبارة عن مونو. هذا عبارة اسمه إيثانول، مثال إيثان، إذا هذا اسمه إيثانول. خلصنا. نيجي مثال على الداي، مثلا في عندنا OH CH2 CH2 OH. بس بطلع كم عدد الهيدروكسيل جروب؟ والله هي وحدة وهي ثنتين، إذا تمام. فكم عندنا عدد الـ OH الموجودة؟ هي وحدة هي ثنتين، إذا هذا عبارة عن داي. هذا اسمه إيثيلين جلايكول. جلايكول. طيب نيجي على التراي، طبعا هاي داي وهاي مونو. نيجي على التراي، مثال عليها CH2 CH، هاي في عندنا هون OH CH2 OH. كم عدد الهيدروكسيل جروب؟ عندي هاي واحدة، هاي تنتين، هاي ثلاث، إذا عبارة عن تراي الكهول. هذا عبارة عن ميثان، إيثان بروبان، بس إيش بسميه؟ بروبالين إجلايكول. بروبالين إجلايكول. تمام؟ حلو كتير. رح نيجي نحكي على الجنرال فورمولا الأساسية في الألكهول. نمسح هون شوي ونحكي على الجنرال فورمولا للالكوهول. إذا خلصنا الكلاسيفيكيشن، حكينا حسب إما النمبر أوف كاربون الأتاتش تو ذا ألفا كاربون، إما نعمل نمبر أوف هيدروكسيل جروب إن ذا
total compound. حلو كتير. نيجي نحكي على الجنرال موليكيولر فورمولا. حكينا الجنرال موليكيولر فورمولا للالكوهول هو عبارة عن C بتمثل عدد الكربون، N هاي العدد، يعني هاي عبارة عن الكربونات قديش عددهم، ال H في 2N plus 1 في OH. فهمتوا؟ أكيد لا. خلينا نفسر كيف. لنفترض أنا عندي كمباوند CH3 CH2 OH، هذا عبارة عن إيثانول، هذا المركب الكيميائي هو عبارة عن إيثانول. باجي بحكي عدد الكربون كم؟ وحدة تنتين، إذا 2 C2. باجي بحكي على حسب القاعدة، أنا بمشي على القاعدة ما بألف من عندي. هاي الهيدروجين، الهيدروجين كم عددها؟ على حسب القاعدة بتحكي لي إنه التنين مضروبة في عدد الكربونات 2 بلس 1 كله في OH، يعني C2H 2 2 4 زائد 1 5 OH. هاي هي الصيغة. صفت هاي الصيغة هي نفسها هاي الصيغة، هي الجنرال موليكيولر فورمولا. يعني بالامتحان لو اجت هاي، اجت هاي اكشلي ذا سيم، اثنين نفس الشيء. احنا لازم نعرف انه هاي هي نفس هاي. طب كيف؟ احنا بنعرف، نجي نحكي C2 معناته كربونتين، هاي كربونه هاي كربونه، اذا بدي افصلها في عندنا OH معناته هاي السي عليها OH، في عندنا خمس هيدروجينات بدي اجي احطهم. برجع بحكي القاعدة الأساسية إنه دائما الكربون له حواليه أربع روابط، مش أقعد ألف أربع روابط. هاي السي رابطة منها راحت، ورابطة منها راحت، صح ولا لا؟ وهي الرابطة الثانية قديش ضايلها لحتى تكون في عندها اتش؟ اتش 2 ما في عندها غيرها، هاي اتش وهي اتش، هاي بس رابطة واحدة المشغولة، لكن قديش ضايلها لحتى تكمل؟ ثلاثة. إذا هاي H H H 3H، فبالتالي هاي الصيغة لازم احنا نكون عارفينها انها هي نفسها هاي الصيغة. جميل جدا. لنعمل هلا نسمي، نعمل على تسمية ايش؟ تسمية الالكوهول. كيف انا بدي ابلش اسمي؟ نعمل نيمينج للالكوهول. في عنا نظامين، أول نظام إحنا بنسميه non systematic واللي إيش اسمه trivial system، وهو فعليا non systematic which means إنه لا يتبع أي قاعدة، ما إله أي rule، ما إله أي chemical nomenclature، ما إله أي دخل فيهم. فبالتالي يعني derivatives عادة بيكون هو derivatives من الألكل، من derivatives من الألكل. هلا رح نشوف كيف الفكرة أو كيف الأمثلة مع الإكزامبلز. بعض الإكزامبلز الموجودة يعني مثلا هاي CH3 مع الـ OH، بهذا النظام التسمية trivial بنسميه، ما بنسميه والله هذا مثال مع ميثانول، لا ما بنسميها بالصورة، بنسميه مثل الكحول. مثل الكحول نفس الشيء لو جينا على ما بنسميه إيثانول، لا إيثيل الكهول. إذا هي مشتقات الألكل، مثل الكهول، إيثيل الكهول، وهكذا. نيجي على مثال ثاني CH3OH. طيب شو بدي أسمي هذا؟ باجي بتطلع إنه الـ OH موجودة مش على أول كربونة وإنما على الثانية، هاي شغلة. ميثان إيثان بروبان، بس هو إيش ماله؟ فيه كحول، ما بسميه بروبل الكحول. قلت طيب ليش؟ ما هي هيها فيها وبروبل، إحنا على أساس إنه ألكل، بسميها أيزو بروبل الكحول. السبب إنه الهيدروكسيل جروب إجت على الكربونة الثانية، على حسب الترتيب إجت على الكربونة رقم 2 مش 1، مش زي هذول. فبالتالي هذا اسمه ايزو بروبل الكحول 100%.
برجع بحكي بشكل سريع. الترايفيال نون سيستماتيك، مش يعني مش منظم، نوت اورجانيزد. نيجي نحكي على طريقة التسمية الثانية واللي هي سيستماتيك. الثاني هو السيستماتيك اللي هو بيمشي على نظام ايوباك. كل الأنظمة بتستخدمه أو عادة هو أشهر إشي في الكتب في المراجع هو الأساسي الايوباك اللي هو سيستماتيك، كل التسميات بتكون عليه. طبعا هذا الإشي في هذا السيستم بدي أركز على أكثر من نقطة. أول شغلة لما يكون في عنا الكان، احنا بنعرف إن في الكان، الكين، الكاين. الكان بتميز إنه كلهم سينجل بوند وهذا الإشي ممتاز. لما يكون في عندي الكان لازم أعرف إنه بدل هاي الإي الموجودة في الألكان، يعرف بالإنجليز ما بتنظم ألكان، ألكين. هاي الإي بنحولها إلى أول، صلى الله وبارك، ألكان الكانول، ألكان الكانول، تمام، لحتى نميز إنه هذا عبارة عن ألكوهول، تمام. طريقة التسمية إلها ستيب، لازم نركز كتير منيح في طريقة تسمية الألكوهول في الأيوباك سيستم، كتير مهم. من ضمن هاي ستيب، أول ستيب وأول خطوة إنه أطول سلسلة، أختار أطول سلسلة. وأنا أحكي لكم الإشي ممكن أنتم مش فاهمين، بس هلا رح نبين مع المثال كيف الحكي. بختار أطول سلسلة وببلش العد من أقرب كربوني للهيدروكسيل. يعني نبلش مثال، نحكي بسم الله، عنا CH3 CH2 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 CH2
السبستيوشن الموجودة وأحكي إنه مين أطول مين أطول، هاي عبارة عن أطول سلسلة 100%. بدي أجي إيش؟ أعد طريقة العد وطريقة الترقيم. إذا كانت خطأ فأنت عبارة عن خطأ. كيف يعني؟ حل رح يكون خطأ، الجواب رح يكون خطأ. أهم إيش نعرف الترقيم. حلو كثير. شو حكينا القاعدة بتحكي؟ أطول سلسلة بنبلش الترقيم من الكربون الأقرب للهيدروكسيل. وين الهيدروكسيل؟ هيها عم الهيدروكسيل من أول ما بلشنا نحكي فيها 100%. وين الكربون؟ طبعا إحنا لازم نبلش من الأطراف. كيف يعني؟ لازم أبلش من الإند، يا إما هاي الإند يا إما هاي الإند. ما بس أبلش من هون هيك عشان أكيفي، لا أبلش من هون أو من هون. مين الأقرب إلى الـ OH؟ من هون ولا من هون؟ أكيد من هون. فراجع أبلش عد من هاي الكربونة. طبعا الناس بتيجي تبلش من هون، أكبر خطأ. إحنا عادة لما تسميات بنبلش بالكربون، طلعوا على الكربون تمام؟ إذا 1 2 3 4. لو بلشنا من هون اختلف كل الترقيم. 1 2 3 4 صارت هاي الكربونة رقم 4 اللي عليها OH، لكن هاي الرقم 1 هي المفروض يكون عليها OH. اختلفت ولا ما اختلفت؟ كله تمام، حتى المركب رح يختلف تمام. حلو كثير. باجي بتطلع حكينا هاي الاو اتش عدينا مظبوط. شو اسمه هذا المركب؟ احنا بنعرف اللي هي ميثان ايثان بروبان بيوتان. نفس الشيء بنعد ميثان ايثان بروبان بيوتان. شو حكينا؟ هو عباره عن الكان. بدل بيوتان بيوتا نول، بيوتا نول. شو اسمه هذا؟ بيوتانول. حطيته بيوتان واحد اول برضه صح، بيوتان واحد اول انه على كربونه واحد في اول برضه صح، نفس الاشي تمام. حلو كثير. نيجي على مثال اخر مشان يعني نحط اكثر من مثال حتى نوضح الصوره. مثال اصعب شوي نبلشه. NO2O CH2 CH، في عنا هون برومو، في عنا هون CH2 CH2 CH OH CH3. حلو كثير. شو حكينا؟ أول إشي بختار أطول سلسلة، من أطول سلسلة ببلش أعد من أو أرقم من اللي أقرب إلى الهيدروكسيل جروب.
وين أطول سلسلة؟ بلاحظ إنه هاي أطول سلسلة. تمام؟ هاي هي أطول سلسلة. طيب وين أبلش العد؟ حكينا من الأطراف، لكن أن تكون الأقرب. يا إما من هون يا إما من هون. طيب مين أقرب إلى الأو إتش؟ لو بلشت العد من هون 1 2 3 4 5 6. لكن لو بلشت العد من هون 1 2 3 4 5. مين أقرب بالله؟ 1 2 ولا 5؟ لا والله 5. الأولى أن أعطيها رقم شو 5؟ الأولى أن أعطيها رقم 2. فبالتالي باجي بحكي 1 2 3 4 5 6. لأنه لو بلشت العد من هون إيش حكينا؟ هاي رح تاخذ رقم 5. مين الأقل؟ مين الأقرب؟ لا والله 2، إني أنا لازم أعطيها رقم أقل. دائما اختار الرقم الأقل عند التعداد، عند التعداد 100%. مش تطلعوا لي على هاي أو طلعوا لي على هاي، والله هاي طب ما هي أخذت رقم 5. إحنا نطلع على الهيدروكسيل جروب، على الهيدروكسيل جروب. تمام. بالتسمية بنيجي بنشوف طبعا أول إشي الأقرب زي ما حكينا بالأرقام، وبرضه مرتب على حسب الحروف الأبجدية. كيف يعني؟ يعني لو كانت التنين هون، هسا خلينا شوي شوي طريق شوي شوي، هذا المركب عندي صار جاهز. جاهز لإيش؟ لحتى أبلش أسميه. أول إشي ببلش بالسبستيونت، سبستيونت وهي بي آر والإن أوتو. تمام؟ هذا أول إشي، هاي دول سبستيونت. هاي ما بعتبرها سبستيونت، هاي بعتبرها من أصلاً هي اللي معطيها طابع الألكوهول. حلو. البرامو موجودة على 5 والنايترو موجود على رقم 6. ببلش في 5 بحكي 5 برامو. لو كانت التنتين على نفس الإشي، على نفس الخمسة، يعني هاي شيل الإتش، شيل هاي الإتش وخلي وحدة فيها هون نايترو، ببلش على الحروف الأبجدية. 5 برامو 6 نايترو. هيك أنا إيش مالي؟ عمالي خلصت كل السبستيونت، بضل علي إني أعرف شو هذا اسم المركب. بنبلش ميثان، إيثان، روبان، بيوتان، بنتان، هيكسان. هيكسان تمام؟ لكن أنا شو حكيت؟ بحط هيكسانول. كيف رح تصير؟ هلا الهيكسانول، هل الهيكسانول موجود على رقم 1؟ لا. وين موجود الهيكسانول؟ الأول على رقم 2، فبحط 2 هيكسانول. بعود لسان بدل ما أحكي هيكسان هيكسانول، حكينا الاي ببدلها في الاو ال، هيكسانول حتى تعطيها صيغه الالكوهول، هيكسانول. صيغه ثانيه بقدر اكتبها فيها برضه 5 برومو 6 نايترو، بدل ما احكي 2 هيكسانول مش بحكي هيكسان عند التنين في اول، 2 عندها اول. إذا هاي صح، هاي الطريقة صح وهاي الطريقة صح، ما في عليها أي غبار. تمام. طيب لنفترض أنا عندي ألكين، إحنا حكينا هذول كلهم عبارة عن ألكان، الألكانات. الألكين بيميزه إنه في عنده الدبل بوند 100%. نكتب هذا المثال CH2 دبل بوند CH CH2 CH2OH. تمام؟ أنا عندي دبل بوند 100%. باجي بحكي بدي أرقم، هي أطول سلسلة موجودة بدي أرقم. طيب بدنا نرقم، بس إذا بدنا نرقم في هون عندنا دبل بوند، شو بدنا نعمل فيها؟ نبلش من هون؟ لا، مالوش دخل دبل بوند، تريبل بوند، شو مكان، فينل، أي شيء مالوش دخل. ترقيم يبدأ من الكربون الأقرب إلى الهيدروكسيل، قاعدة نمشي عليها بالستب. طيب مشينا عليها، حكينا والله الأولى إنه أبلش الترقيم من هون، حكينا والله 1 2 3 4 100%. باجي بحكي وين موجود الرابطة؟ على 3 وعلى 4، رابطة الدبل بوند. فبالتالي عند 3، ليش ما حكيت عند 4؟ لأنه أنا بختار دائما الرقم الأقل، كربون الرقم أقل. فعند 3 في أنا عندي إيش؟ ميثان، ايثان، بروبان، بيوتان. لكن انا ما عندي بيوتان، عندي دبل بوند بيوتين، بيوتين. فعندي 3 في عندي بيوتين، وعندي 1 في عندي اول، عندي 3 في عندي بيوتين
وعندي الواحد في عندي all، تمام؟ 100%. إذا نرجع نعيد، اخترنا أطول سلسلة، رقمنا على الأقرب من الهيدروكسيل، بعد هيك حكينا أنا عندي الرابطة، يعني اعتبرتها زي substitution عادي، اعتبرت إنها زي كأنها زيها زي البرومو. مين هي؟ رقم ثلاثة. ثلاثة شو هذا المركب؟ بعد إحنا كلياتنا بنعرف ميثان، إيثان، بروبان، بيوتان، بنتان، هكسان، هبتان، نفس الشيء. عدينا وصلنا عند البيوتان، بس أنا عندي الدبل بوند، ما بصير بيوتان. بيوتان معناته إنه عبارة عن كله سينجل بوند، طب أنا عندي الدبل فبيوتين. بيوتين عندي الواحد في عندي all. طيب 100%. ناخذ مثال شوي خلينا نصعبه. طيب ناخذ هذا المثال، هاي سي اتش، هون في حلقة بنزين سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش، هون في عندي او اتش لازم نزلتها، هاي سي اتش 2 هاي سي اتش 3 100%. طيب في هون عندي كلور، مش هون هون اصلا انا اتش وحده لحالها 100%. ليش بتطلع نفس الطريقه بالامتحان، سواء بالامتحان سواء بورقه عمل شو ما كان، اذا مشينا ستيب صح الحل صح شو ما كان 100%. ليش بتطلع اطول سلسله؟ والله هيها، بس شو مالها في هون الفينل، او خلينا نحكي حلقه البنزين، وفي عندي هون طالعه، هل اعتبر هاي ولا اعتبر هاي؟ لا نعتبر ناخذ هاي، هاي اطول هيك بنمشيها وبنكملها لفوق. ليه؟ لانه راح اعتبر هاي حلقه البنزين زي كانها سبستيونت، زي كانها سبستيونت. اذا برجع بعد. طيب كيف بدي اعد؟ ماشي بفكر، حتى بالامتحان عادي يعني نفس الشيء، جربوا. يعني كيف احكي لكم مثلا هاي الاو اتش، لا هي هون ولا هي هون، بالنص محطوطه، بدي اعد بدي اجرب. واحد اثنين ثلاث، اذا بلشت من اليمين حتاخذ السي ثلاث، أربعة خمسة ستة سبعة. طيب لو بلشت من هون، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذيك ثلاث وهي خمسة، من وين أبلش؟ لا والله من اليمين، تيامن واحد اثنين، مش كل مرة يعني، قصدي إنه بهاي الحالة تيامن، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هاي سبعة. طيب باجي بعد، خلصنا عد، باجي بتطلع أنا في عندي على رقم أربعة في عندي كلورو، باجي بحط 4 كلورو، خلصت؟ ما خلصت، شو ظل عندي؟ عندي هاي مجموعة البنزين، طب شو أحطها هاي؟ بنزين ولا شو أحط؟ بحكوا لنا في قاعدة بتحكي لنا إنه إذا كانت حلقة البنزين موجودة مع سلسلة بنسميها الفينل، طبعا في لها قواعد وفي لها شواذ وفي لها كثير، لكن بهاي الحالة بنسميها إحنا فينل. الفينل وين موجودة؟ على كربون رقم 6، إذا 6 فينل، عند رقم 6 في عنا فينل. طيب شو اسم المركب؟ 1 ميثان إيثان بروبان بيوتان بنتان هيكسان هيبتان، صح ولا لا؟ مزبوط. هلا هو هيبتان، احنا شو حكينا؟ نعود لسانا، هيبتان نول، وين الاول هاي الموجود؟ الاول اللي هي الاو اتش على رقم 3، فإما بنحط 3 هيبتانول، أو زي الطريقة اللي قبلها باجي بحكي نفس هاي برجع بعيدها، بحكي هيبتان على الثلاثة في أول، سواء هاي طبعا هون تكملة نفس هاي، نحط هاي تنزل تحت، هاي الطريقة صح، هاي الطريقة صح، both are correct 100%. طيب حكينا الفينل لما تكون مرتبطة مع سلسلة نسميها احنا، او حكينا حلقة البنزين مع السلسلة نسميها فينل، لكن مع ذرة كربون وحدة بنسميها بنزل، زي مثلا الآتي، عشان نوضح لنا هاي حلقة البنزين وهي دبل بوينت او، بس كربونة وحدة، هاي عبارة عن سي، هاي كربونة وحدة، هاي طبعا سي، عفوا هاي طبعا سي ال نفترض او شو ما كانت، المهم مش سي، مع كربونة وحدة هاي نعتبرها بنزل، نعتبرها بنزل.
تمام؟ 100%. طيب نسأل السؤال ونشوف طبعاً مش هتجاوبوا انتوا عشان مفيش هاد، بس المهم يعني هجاوب بعد فترة معينة. هاد الشكل عبارة عن ايش؟ تقول طيب هي سهلة زيه زي هذاك، يعني شو اللي اختلف؟ طبعاً مش زيه زي هذاك. طب هنحط هيك او اتش، يكفي بس انك زدت اللهم هيدروكسين، ولا هو نفسه؟ لا مش نفسه. الفكرة انه حلقة البنزين سواء هون طبعا هاي هيك بنحط او هيك تبين فيها روابط شمالها ثنائية دبل بوند، وهاي الحلقة تبين انه ممكن انها تلتف. البنزين فيه روابط دبل بوند، لكن هون ما في ولا رابط دبل بوند. اذا هذا عبارة عن ايش؟ عبارة عن اشي اسمه سايكلو هيكسانول. من وين اجت؟ والله سايكلو لانه سايكلو، مش مف مش مش مركب مفتوح على شكل حلقه. والهيكسان عد، ميثان ايثان بروبان بيوتان بنتان هيكسان. اذا انا عديت صح من هون؟ غلط، انا لازم اعد من هون. 1 2 3 4 5 6، اذا هي 6، ميثان ايثان بروبان بيوتان بنتان هيكسان. هيكسان ايش؟ اول. ليش؟ لانه في عندنا هيدروكسيل جروب. لو كان هذا المركب نحطه هون، كان هذا المركب وكان عنده هيك او اتش، كان عنده هيك او اتش 2 هيدروكسيل جروب، باجي نفس المركبات الثانية، ما نتخاف شو مكان شكل المركب، ما نخاف اطلاقا، الاشي مش مخوف. باجي بتطلع، طيب باجي بحكي كيف بدي اعد؟ من هون ولا من هون ولا من هون؟ مش عارفة، لأنه في عندنا ثنتين اختلف الوضع، لا ما اختلف نفسه. بلشت من الكربوني هاي، بحكي 1 2 3، هاي أخذت رقم 1، هاي أخذت رقم 3. طيب لو بلشت أنا أخذت حكيت هاي 1 1 2 3 4 5، طولتها ما بزبط. لو حكيت من هون 1 2 3 4 5، برضه ما بزبط. فأقرب حل وأحسن حل وأنسب حل إنه 1 2 3 4 5 6. طيب شو اسمه هذا؟ برضه سايكلو. سايكلو ليه؟ لأنه عبارة عن حلقة. سايكلو برضه ميثان ميثان بروبا ميوتان بنتان هيكسان، لكن شو ما عنده الهيكسان؟ سايكلو هيكسان إيش؟ عنده بواحد كربونة رقم 1 وكربونة رقم 3، هون نفصلهم بفاصلة. لما يكون نفس السبستيوانت موجود ومكرر نفصلهم بفاصلة، عند الواحد وعند الثلاث في دايول. تذكروا حكينا كيف بنسمي على المونو والداي والتراي على حسب قديش في عندنا هيدروكسيل جروب؟ ذا سيم، عندي هيدروكسيل وحدة تنتين فبنسميه دايول. دايول 100%. نحكي شوية على البويلينج بوينت بشكل هيك يعني سريع. البويلينج بوينت للالكوهول أعلى من الألكيل ألديهايد. ليش؟ لأنه فعليا طبعا الألكوهول عنده هيدروجين بوند، الـ OH عبارة عن هيدروجين بوند. هيدروجين بوند صراحة كثير قوية، كل ما كانت الرابطة قوية متماسكة تحتاج لحرارة أعلى لحتى تفككها. هذا منطق صح ولا لا؟ منطق إنه كل ما كانت الروابط قوية، خاصة الرابطة الهيدروجينية جدا قوية، بدها حرارة أعلى لحتى تتفكك وتصير طبعا بالمونو ستيت أو المونو نوكلير ستيت. كل ما ازدادت المولكيولر ويت راح تزداد البويلينج بوينت. ليه؟ لأنه المولكيولر ويت ازداد نتيجة إنه زاد عدد الجزيئات، زادت الصيغة الكيميائية، زاد عندنا الموجود يعني سواء مثلا CH3 CH2 CH2، صح ولا؟ كل ما زادوا راح يزيد من البويلينج بوينت. ثلاثة، كل ما زاد التفرعات، يعني كل ما زاد السبستيوانت الموجودة كل ما قل البويلينج بوينت. يعني نيجي نحكيها من البرايمري سكندري تيرشري، كل ما زادت هاي التفرعات كل ما شو ماله عم بيعمل؟ عم بقل البويلينج بوينت. كل ما زادت التفرعات نزل لتحت، بتقل عندك البويلينج بوينت. طيب نحكي شوي على السوليبيليتي.
كل ما كانت اكثر مولكيولر ويت كل ما كانت اقل سوليبيليتي، الدائبيه لها اقل. طيب احنا بنعرف الالكوهول عباره عن ايش؟ عباره عن عنده تو بارتس، فاحنا التسميه هيك خلصناها يعني انه. واي سؤال طبعا ابعثوا لي او احكوا لي، ما عندي مشكله اللي بقدر ان شاء الله. طيب الالكوهول عنده تو بارتس، الهيد والتيل. الهيد عشان نفترض انه هيك، وهي التيل. هذا الهيد هو هايدروفيليك. هايدروفيليك شو يعني؟ ما بعرف كيف اكتب. اوكي، شو يعني هايدروفيليك؟ يعني محب للماء. فهاي الجزئية الهيد تذوب في الماء، عندها سوليبل في الووتر. لكن التيل عنده هايدروفوبيك. هايدروفيليك هايدروفوبيك. هايدروفوبيك يعني كاره للماء، يعني ما بذوب في الماء، بذوب في الزيت، بذوب بالاويل بالفات. تمام، هي بس مجرد ملاحظه احنا يعني بس مجرد نحكيها عشان